طبعا امبارح كان هناك فرحه مصريه كبيره بفوز الاهلي المصري في مستهل مشواره بكاس العالم للانديه، والحقيقه ان الفرحه كانت كبيره مش بس في مصر، كمان في المغرب. الجمهور المغربي الحقيقه كان جمهور فارق، وكان جمهور قوي جدا جدا جدا، وكنا حاسين ان الاهلي بيلعب في مصر مش في المغرب. ويعني يمكن كمان في كاس العالم تابعنا قد ايه العرب كلهم طبعا كانوا بيشجعوا المغرب في كاس العالم، والمصريين وهم نفسهم وصل لهم ده المغاربه في كل مكان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات والتويتات اللي شافوها للمصريين. ويعني الحماس اللي كانوا بيشجعوا بيه الفريق المغربي في كاس العالم كان كبير جدا جدا. الحاله الايجابيه دي كانت واضحه امبارح بفوز الاهلي على اوكلاند سيتي بنتيجه 3-0، مع كل جون كان بيدخل الحقيقه كنا بنشوف تشجيع كبير جدا من الجمهور المغربي للأهلي المصري. والحقيقة أنه ده كان باين من وصول الأهلي للمغرب من أول الوصول، وفي حالة من الاستقبال المبهر للفريق في المطار والتواجد معاهم بعد كده، الزيارات اللي تمت ما بين اتحاد الكرة في المغرب وما بين كابتن الخطيب، الحقيقة كانت كلها يعني حالة كده غاية في الإيجابية تسعد كل من يحب الكرة العربية. حانه كمان بعد الماتش امبارح الاهلي طبعا يعني استهدف التدريبات سريعا كده، لانه ما فيش راحه، لانه خلاص لازم يستعدوا للمواجهه اللي جايه امام سياتل الامريكي. يعني ان شاء الله كل التوفيق للاهلي المصري في المباراه القادمه. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن الاجواء امبارح في الماتش والاجواء تحديدا من المغرب. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي المغربي يونس الخراشي. مساء الخير عليك، ويعني شكرا ليك ولكل الجماهير المغربيه على حاله الحب الكبيره للاهلي المصري. ويعني عايزك تنقلي بقى الصحافه المغربيه كيف تتحدث عن اداء الاهلي المصري امس امام اوكلاند سيتي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافه، وتحيه محبه كبيره من كل الشعب المغربي الى الاشقاء في مصر الحبيبه. في واقع الامر هذه المباراه كانت فرصه انتظرها كل المغاربه لكي يردوا شيئا يسيرا جدا من الجميل الكبير الذي أفعمهم به الأشقاء المصريون طيلة مباريات كأس العالم قطر. والحمد لله، فأنا شخصيا وجميع الزملاء الصحفيين هنا في المغرب كنا سعداء سعادة لا توصف، لا يمكن أن تكون هناك كلمات تصف هذه السعادة بهذا القدر الجميل والعظيم من المحبة بين شعبين شقيقين يجمعهما كل شيء ولا يفرقهما أي شيء. الأهلي المصري كما تعرفون هو نادي القرن في إفريقيا، وهو عزيز علينا جميعا والحمد لله. فيوم أمس لعب بالفعل أمام جمهوره وأمام أحبائه وأمام قلوب تهتف له من العمق، وكان في الموعد وكانت المباراة رائعة جدا، ونتمنى للأهلي المزيد المزيد من النجاح إن شاء الله. طب عايزة أروح مع حضرتك لكواليس يعني تدريبات الأهلي النهاردة للاستعداد لسياتل الأمريكي واستعدادات كولر للمباراة القادمة. في واقع الأمر كل الأخبار التي وصلتنا لم أكن في التدريب، ولكن كل الأخبار التي وصلت أخبار جميلة، أخبار تؤكد أن الجميع يوجد في ظروف رائعة جدا، في أجواء صحية، في أجواء سليمة، وخاصة كان هذا التأثير للطاقة الإيجابية التي أمد بها جمهور المغرب النادي الأهلي أثرت بشكل كبير. ولعلكم لاحظتم أن النادي الأهلي بعث رسالة شكر جميلة جدا إلى الاتحاد المغربي وإلى كل جماهير في ملعب طنجة، وعبرهم طبعا إلى كل المغاربة، سواء تعلق الأمر بحسن الضيافة وكرم الضيافة أو بالاستقبال في الملعب. واليوم مثلا انا تلقيت بالصدفه اتصال من اخ مصري يعيش معنا هنا في المغرب، والله كلمني
وأنا أستشعر أن في عيني دموع الفرح. قال لي: لا يمكنك يا أخي يونس أن تتخيل حجم المودة التي تفاعلنا بها الإخوة المغاربة في الملعب. أشياء بسيطة، حكى لي عن أشياء بسيطة جدا ولكنها عميقة الدلالة، تؤكد أن المصريين والمغاربة قلب واحد، وهذا شيء في واقع الأمر يسر جدا جدا. صحيح، وهذه الحالة الإيجابية يمكن وصلتنا هنا في مصر، والجميع كان يشعر إن الأهلي ما بيلعبش في طنجة، لا بيلعب في استاد القاهرة. أكيد أكيد يا أختي، هذا كلام نقوله نحن دائما، نحن لا يمكن إلا لجاحد في واقع الأمر أن ينكر فضل مصر والمصريين على كل هذه الأمة في آدابها وفنونها وتمثيلها ومسلسلاتها والدراما المصرية والسينما والفنون وغير ذلك، وأيضا في التربية والتعليم عبر أجيال من الأساتذة والمعلمين الذين علمونا نحن وعلموا في شتى أنحاء هذه الأمة. فمصر لها مكانة كبيرة جدا في قلوبنا جميعا، وبالطبع نحن هكذا ولدنا وهكذا تربينا في هذه الأرض، لا ننكر أبدا فضل أي أحد علينا، وبطبيعة الحال فمصر تاج فوق رؤوسنا جميعا. احنا بنشكر حضرتك وبنشكركم على هذا التنظيم الرائع اللي شفناه أمس في افتتاحية كأس العالم للأندية. شكرا جزيلا ناقد الرياضي المغربي يونس الخراشي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.